في اليوم 13 من التظاهرات ازدحم ميدان التحرير بالمتظاهرين. ردد المحتجون شعارات ورفعوا لافتات تطالب برحيل الرئيس مبارك، واجتمع المئات حول دبابتين وكونوا دروعا بشرية بمجرد دوران محركاتها، خوفا من أن يكون ذلك بداية لانسحاب الجيش من الميدان. وفي الساحة الواقعة وسط العاصمة جرى قداس أمام المتظاهرين، أحياه كاهن قبطي، ووقف إلى جانبه رجل دين مسلم يحمل المصحف. عزز الجيش وجوده في ميدان التحرير، وتم تضييق الخناق على الداخلين إلى ميدان التحرير من ناحية. من ناحية جسر قصر النيل، كما أغلق الجيش لأول مرة مدخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض. وفي وسط المدينة وميدان طلعة حرب القريب من ميدان التحرير، عادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، إذ فتحت بعض المحال التجارية والمكتبات أبوابها، بينما ازدحمت الشوارع بالسيارات والمشاة بعد إعادة فتح طرق وجسور. البنوك المصرية استأنفت نشاطها بعد عطلة إجبارية نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، وحدد البنك المركزي الأقصى المصري الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد بنحو 50,000 جنيه مصري أو 10,000 دولار، وأكد التزامه بالتأمين الكامل للبنوك كافة التي ستزاول نشاطها.